اليوم نظم الاتحاد الجزائري اقتصاد والاستثمار مؤتمر اقتصادي جزائري مصري جسد الشراكات الحقيقية بين الدولتين العملاقتين في إفريقيا. نتكلم على أكبر دولتين من حيث الاقتصاد والناتج الداخلي الخام. الجزائر تعول على مصر في يعني في الاستثمارات وفي جلب استثمارات مباشرة داخلية للوصول إلى 5 مليار دولار استثمارات مباشرة في السنة. نعرف كذلك الجزائر تعول على السوق المصرية من أجل تنويع صادراتها خارج المحروقات. كذلك اليوم مع قانون الاستثمار الجديد والإصلاحات الاقتصادية والبيئة المحفزة يمكن من خلال هذه الإصلاحات أن تدخل شركات مصرية خصوصا في القطاعات الاستراتيجية المعول عليها. نتكلم على الحديد والصلب، على الطاقات الجديدة، على الصناعات التحويلية، الصناعات الغذائية، والدخول معا إلى العمق الإفريقي. نعرف أن الجزائر هي دولة مهمة في كل الخطط المتوجهة إلى إفريقيا، ونرى في الشريك المصري والحضور قوي اليوم في المؤتمر لشركات عملاقة مصرية حاضرة هنا في الجزائر وأبانت عن إرادة حقيقية. وبلغة الأرقام نتكلم على أكثر من 3.5 مليار دولار هي قيمة الاستثمارات المصرية المتواجدة اليوم في الجزائر. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.